بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحبتي في الله، أينما كنتم في فيديو جديد طبيعي جدا، دائما نبشركم وننبهكم لعلكم تفلحون، لعل الخير يعم على الجميع. ودائما نحن فيديوهاتنا تعليمية وتوعوية ومحفزة إن شاء الله، وتعطي الأمل وتعطي الخير كله للإنسان بإذن الله، لأننا نتبع في شيء غلط. سأتكلم في هذا الفيديو عن شيء قمت به، عن تجربة، وسأتحدث عن أشياء كثيرة، وأتمنى أن نكون صريحين مع بعض في هذا الكلام الذي سأقوله أو فيما سأقوله، وخاصة للبنات، وخاصة للبنات الذين عليهم بعض الضغوطات من أهلهم والضغوطات النفسية، والتي يعني دخلنا في علاقات وفشلت أو أصيبت بصدمة عاطفية أو غيرها. فأتمنى إخواني الكرام أن يركزوا على كلامي هذا رجاء. أنا إخواني الكرام يعني قمت برقية كثيرة لناس كثيرين في حياتي، وتقريبا شبه انقطعت عن هذا الموضوع نهائيا، لما رأيته من يعني لما رأيته من غلط يقوم به بعض الناس، أو أكثر الناس يقومون بغلط. فيكلمك مثلا الرجل، أو تكلمك البنت، أو يكلمك أخوها، أو يكلمك شخص يقول لك عندي أختي مريضة، عندي أخي مريض، عندي كذا 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 في البيت، وعنده مس وكذا ومريض، وعنده سحر وكذا. أقسم بجلالة الله أني لما أدخل لا أرى لا سحرا ولا أرى أذى ولا أرى أي شيء. هناك علامات يؤتيها الله للإنسان، لا أقول أي إنسان، فتدل هذا المكان فيه يعني جن، فيه شياطين، فيه أذى، يعني من حرارة المكان، من نفس يكتم عليك، تحس بطاقة غير جيدة، يعني ثم علامات. لكن تدخل تجد الأمور كلها تمام. أول ما تضع يدك على الماء لتقرأ مثلا على هذا المريض، فمباشرة يعمل فيها يعني هكذا، ويعني يلتوي كله يعني، ويعني يبدأ يصيح ويبدأ كذا. الممسوس يقع له، يعني المتمكن والمتغلغل، يعني هؤلاء الشياطين الموكلين على جسمه، يقع له هذا في أغلب الأحوال. لكن في بعض الناس، وأقولها لهم وأتمنى يتقبلوها مني، لا عندهم لمس، لا عندهم سحر، لا عندهم أذى، لا عندهم أي شيء، عندهم مشكلة نفسية، عندهم أنهم انقطعوا في نصف الطريق فلم يستطيعوا أن يواصلوا، فيبدأون يتوهمون بهذه الأشياء، فتبدأ تقرأ عليها وتبدأ يعني تتصكك، وتعني تفرك شعرها وتصيح وتلطم نفسها. وأقسم بالله وأحلفت بأن ليس بها شيء، فقط هذه البنت أو هذا الشخص عنده فراغ نفسي في حياته، فراغ عاطفي، صدمة، مشكلة، لم يستطيع أن يكمل المشوار، فيبدأ يحاول أن يثير من حوله ليثير شفقتهم كي يهتموا به ويعطوه رعاية أكثر، فربما يجد الحنان في واحد من أهله، يعني وخاصة الذين يعني يعيشون يعني في مجتمعاتنا تقريبا أغلبهم يعني لا يجدون الحنان الكافية، يعني بسبب مشاغل الدنيا وصعوبة الحصول على الرزق والأمور هذه. فالنصيحة إخواني الكرام، كل من يعمل هذه الأشياء بنية الكذب، يعني هو ليس يكذب، هو في واقع الأمر هو ليس، هو يريد أن يظهر شيء، يريد أن يخرج طاقة سلبية، يريد أن يعني يخرج ما في صدره، لكن لم يجد حلا إلا بتلك الطريقة، فيريد إثارة انتباه أهله. لكن هو للأسف أنت تثير يعني قلق أمك وقلق أبوك أو أبوك، وتثير قلق إخوانك وقلق زوجك، يعني تثيرين مشاكل. فرجاء إخواني الكرام، إذا قرأت عليكم الرقية واستمعتم لها، أو وجدتم من يرقيكم رقية صحيحة، لا تعملوا مثل هذه الأشياء، لا تجعلوه يغلبكم، حاول أن تثبت، لا تزيد أنت عن الطين بلة، كي تشفى، كي يفك الله كربك، كي يكرمك الله. واعلموا إخواني الكرام، وأكررها وأعيدها مليون مرة، أنكم أنتم ترقون أنفسكم بأنفسكم. لا تقول لهذا الشيخ إذا تجمد الماء وهذا كذا وهذا كذا. أنا لكم من الناصحين، أنا لست يعني أريد لا مالا ولا شيء، يعني ظاهر، يعني إذا كان الجواب باين من عنوانه فهو باين من القناة، واضح أم لا؟ تفاعلها كما تعلمون، والناس كما تعلمون تحب إلا الكاذب والمنافق والذي يخدعهم والذي يقول لهم كلام يمنيهم بمتاع الدنيا، الزائل الذي ليس له وجود أصلا. دمتم في رعاية الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.